ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2020-2021. أحمد ياسر ريان ينفرد بالصدارة وشريف يقترب بشدة. أهلا بكم، معكم للعراقي وفيديو جديد وأخبار جديدة. ما تنساش لو بتشوفنا لأول مرة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. وصل أحمد ياسر ريان انفراده بصدارة ترتيب هداف الدوري المصري بعد أن سجل هدفا في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أسوان، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي مباراة الأهلي والمقاولون التي انتهت بهدفين دون رد للمارد الأحمر سجل محمد شريف هدف وأصبح رصيده 12 هدف. إليكم ترتيب صدارة الهدافين. في المركز الأول أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا ب 15 هدف. في المركز الثاني محمد شريف لاعب النادي الأهلي أهلي ب 12 هدف، وبيتساوى معاه أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بنفس الرصيد 12 هدف. في المركز الرابع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ب 11 هدف، واللي بيتساوى معاه عمر كمال لاعب النادي المصري بنفس الرصيد 11 هدف. وفي المركز السادس مصطفى فتحي لاعب سموحة برصيد 10 أهداف، واللي بيتساوى معاه عمرو جمال لاعب طلائع الجيش بنفس الرصيد 10 أهداف، ورامي صبري لاعب إنبي بنفس الرصيد 10 أهداف. وبيجي في المركز التاسع برصيد 9 أهداف كل من حسام حسن لاعب سموحة، باسم مرسي لاعب مصر المقصة، فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، يوسف أوباما لاعب الزمالك، وأحمد علي لاعب البنك الأهلي، وشمثل بيكلي لاعب مصر المقصة برصيد 9 أهداف. وبيجي في المركز الخامس عشر عمر السعيد لاعب الجونة برصيد 8 أهداف. ما تنساش تقول لنا رأيك إيه في التعليقات، ومين هو من وجهة نظرك هيكون هداف الدوري السنة دي في ظل الصراع على هدافي الدوري المصري لعام 2020-2021. وبكده يكون انتهى الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.